سمكة صغيرة لكنها ستكبر. هذا الصباح وعلى شاطئ روفولا لن تملك الأسماك الصغيرة فرصة الهرب لكي تبلغ. قبل المد اجتمعت نحو 30 امرأة عند أقدام القرية للصيد على الشاطئ، لا يملكن سوى ناموسية كبيرة يبلغ طولها 20 مترا يصطدن بها أسماك السردين والداغا. صيد تقليدي يقتصر على النساء فقط، ولكن تم حظر هذا الصيد مذ أتى الرجال من الخارج وقالوا إن هذه الناموسيات الدقيقة تمنع الأسماك الصغيرة من الإفلات وتحد من الثروة السمكية. وهذا اتهام تعترض عليه بيم كبوة وزميلاتها، ولكنه سيضع حدا لنشاط صيد أسماك الداغا. نحن نصطاد أسماك الداغا، هذه التي بلغت والتي لن تكبر أكثر من ذلك. فيما يتعلق بهذه الأسماك الصغيرة فهي لن تكبر كذلك، وإذا غيرنا الشباك فلن نستطيع الصيد أبدا. ككل الأمهات في روفولا فإن فاطومة تجد صعوبة في تقبل حرمانها من كسب قوتها اليومي. نحن نبيع الأسماك التي نصطادها، والمال الذي نجنيه نعيل به عائلاتنا وندفع أقساط المدرسة، وهذه الأمور لا يمكن أن نفعلها إذا لم نستمر في صيد الأسماك. والآن إذا أرادوا إعطاءنا شباكا أفضل لصيد أسماك أكبر فسوف نأكل بشكل أفضل ونصبح كالفيلة. هؤلاء السادة أتوا من قرية مثوار المجاورة في محاولة لإقناع السيدات بصوابية قراراتهم، حتى أنهم قاموا بتنظيم اجتماع عام. بعد الاستماع إلى سيئات استخدام الشباك التي يستخدمنها، استمعت نساء روفولا إلى فوائد استخدام شباك أفضل من شباكهن. وهذه تقنية صيد جديدة لا يمكن تحقيقها من دون قارب، ما سبب موجة من الإشاعات. إن محاولة إرسالنا إلى عرض البحر كالرجال هي عملية انتحار. هل ستعطوني قاربا أيضا وشخصا يعلمني كيفية استخدامه وشخصا يأخذني إلى البحر؟ لأنني لا أعرف شيئا عن كل هذه الأمور. بكل أنات يستمع السيد ماتشومو إلى مخاوف السيدات التي تعتمد حياة معظمهن على هذه الشبكة التي لا يتجاوز طولها 20 مترا. إذا حرمنا الصيد سوف نموت جوعا. نحن نعرف أن هؤلاء النساء يعتشن من الشباك ومن صيد الأسماك، ونحن لا نطلب منهم التوقف عن الصيد بل استخدام نوع آخر من الشباك التي لا تضر بالبيئة، ومن أجل استمرارية تكاثر الأسماك في المستقبل للأجيال المقبلة. يجب القول أن قريتهن تقع رغما عنها وسط محمية وطنية جديدة قررت الحكومة التنزانية قبل 4 سنوات حماية شطآنها المعرضة للخطر. شمالية جزيرة مافيا، يعد خليج منازي ثانية محمية بحرية وطنية في البلاد. 1500 كيلومتر مربع من غابات المنغروف والكثبان الرملية تفصل بين تنزانيا والموزمبيق.
عشرات الجزر المرجانية هي ملاذ رائع لمئات الأصناف من الطيور المهاجرة ومنطقة بحرية غنية. إن الهدف من وجود حديقة خليج منازي هو حماية الساحل الغني بالتنوع البيئي. ما إن يسمح له الوقت يقوم السيد ماتشومو مدير الحديقة الجديدة من نوعها في تنزانيا بالتنقل بين الكنوز الطبيعية. لدينا هنا أنظمة بيئية عدة، كما ترون لدينا غابات شجر المانغروف ولدينا الرصيف المرجاني، أنواع كثيرة من الطحالب وعدد آخر من الكائنات المهددة بالانقراض كالطيور المهاجرة. لهذا السبب أعلنت هذه المنطقة حديقة وطنية بحرية. لكن هذا المدير المتحمس للطبيعة عليه الأخذ بالحسبان أكثر الضيوف الذين يهددون هذه البيئة الهشة، أعني به الإنسان. يوجد اليوم حوالي 30,000 نسمة يعيشون في الحديقة، معظمهم يعتمدون على موارد البحر. تصوروا هذا الضغط الهائل، كما أن الصيادين يستخدمون وسائل لا تحترم البيئة، لا بل يسببون أضرارا بالبيئة. ثلاثون ألف نسمة، تصوروا أن 30,000 فم يجب أن تأكل. على طول الساحل حول الجزر التي تشكل اليوم حديقة خليج منازل بحرية، عدد كبير من قرى الصيادين تجد في المحيط الهندي موردها الوحيد. والقوانين الجديدة تؤدي غالبا إلى الحد من كميات صيد الأسماك. كما هنا على جزيرة نابوندا حيث تعيش 20 أسرة من صيد الأسماك. أبو بكر هو شيخ القرية، وهذه مهمة لم تمنعه من الالتزام بقانون رجال الحديقة. لفترة طويلة كان أبو بكر يجمع المرجان ويحرقه كي يحصل على مادة الكلس الجير، وهذه مهنة تهدد الرصيف المرجاني. قررت الحديقة منع هذه المهنة التقليدية من دون أن تقدم بديلا آخر. على الحديقة البحرية ألا تمنعنا من العمل هنا، نحن ننام كل ليلة وبطوننا خاوية وهذا ليس عدلا. إذا أرادوا أن يمنعونا من حرق المرجان فعليهم أن يوفروا لنا عملا بديلا كي نعمل كالآخرين. إن إنتاج الجير ليس النشاط الوحيد الذي أوقفته سلطات الحديقة، فقد منعت قطع أشجار المانغروف والصيد بواسطة الشباك التقليدية، ومنعت صيد الأخطبوط. إن سكان نابوندا لم يفهموا حتى الآن ماذا بإمكانهم أن يفعلوا لكي يكسبوا رزقهم، إذن كانت هذه القوانين قد منعت كل ما من شأنه أن يعيلهم. كل يوم وفي فترة الجزر تقوم أمينة بجمع أصداف البحر وهو العشاء اليومي للعائلة. ولكن هنا أيضا منعت سلطات الحديقة السكان من جمع هذه الكائنات البحرية بحجة أنها تجمع بكميات كبيرة. إنهم يريدون منا الرحيل، لا يريدوننا هنا. كيف يمكننا الاستمرار في العيش وهم يمنعوننا من الصيد في البحر ولا يوجد بديل آخر؟ هل يريدون إرغامنا على الذهاب إلى القرى للعمل كمزارعين؟ بالنسبة إلى أبو بكر شيخ القرية المحاصرة، فإن الحديقة البحرية لم تفعل شيئا لكي تقبل سكان الأرخبيل. قام حراس الحديقة بأخذ الشباك بالقوة من الصيادين من دون إعطائهم شيئا آخر، وهذه أشياء من شأنها أن تجعل السكان هنا يكرهون حراس الحديقة، لأن المسؤولين عنها لم يفعلوا شيئا لتحسين حياة سكانها. الحديقة تأخذ دون أن تعطي شيئا. ربما حصلت أخطاء في الماضي، ولكن مدير الحديقة
يؤكد أن العلاقات بالسكان تتغير. لسنا ملائكة، نحن رجال فقط، وهذه الحديقة هي مشروع جديد في تنزانيا والحديقة الثانية في هذه البلاد. نحاول اليوم إشراك الناس بالعمل بالحديقة. نحن لا نريد أن نهدد وجودهم، ولكننا نريد التعاون معهم، وأحيانا يكون ذلك صعبا لأن لديهم أفكارهم الخاصة ولدينا أفكارنا الخاصة. نتعلم منهم ويتعلمون منا. في روفولا قرية النساء صيادات السمك مثلا، تقبلت النساء فكرة الاشتراك في أهم الحملات الهادفة إلى حماية الطبيعة التي تقودها الحديقة. بيمكبوا وجارتها تشكلان جزءا من عشرات المتطوعات اللواتي يجبن الشاطئ ويسهرن على كنز يسمى هنا نتاتو. إنه عش يحتوي على بيض السلاحف. نحن نحمي هذه البيوض من الذين يسرقونها كي يأكلوها، كالبيض العادي أو كبيض الدجاج. إن مهمتنا تقتصر على معرفة أماكن الأعشاش ونبش البيوض، وعندما تكون قريبة من البحر ننقلها ونضعها في مكان آمن مثل هذا المكان هنا، ثم نراقبها مدة 52 يوما إلى أن تفقس. بيمكبوا اعترضت على بعض القرارات التي أصدرتها الحديقة، وقد أصبحت ضابطة السلاحف مقتنعة بدورها الذي تقوم به. شرح لي زوجي أن علينا المحافظة على البيئة لأنها إرثنا، وقررت الحفاظ على هذه الثروات الطبيعية. والأمر يشبه من يجني 7 أكياس من الحنطة، يبيع بعضها ويحتفظ بالبعض الآخر. يبدو أن الأفكار الغريبة للعاملين في الحديقة قد بدأت تعطي ثمارها في رمال منازي. الآن سأعطيك المبادئ الأساسية للغطس، كما سأعرفك على أهم أنواع الأسماك هنا. عليك الانتباه جيدا. مارتن جارد هو عالم أحياء استقر في هذه المنطقة قبل 10 سنوات ويعرف قعر البحر جيدا. إنه يدير ناديا للغطس الرياضي ويجلب إلى هنا كل أنواع السياح، ويأتي حراس الحديقة للتدرب على يده. كان مارتن من بين الذين ساهموا في تصنيف خليج منازي حديقة وطنية. في كل مرة يغطس فيها إلى الأعماق كان يلاحظ التجدد الخارق لهذه الحديقة البحرية التي أهملت مدة طويلة. إن حظر الصيد في الحديقة كان له نتائج إيجابية سريعة، بحيث استعادت المنطقة تنوعها البيئي الخارق. نحن هنا في موقع مرجاني مميز، حيث الحياة البحرية غنية ومتنوعة، المياه صافية، وهذا مكان مثالي للنشاطات السياحية. ولكن قبل أن نستطيع أن نتصور حديقة خليج منازي كمكان راق للسياح، يعرف مارتن جيدا أن على الحديقة إقناع السكان المحليين بضرورة الإذعان للتدابير الجديدة. أعتقد أن الأمور تكون أكثر وضوحا في حديقة عادية، أما في حديقة بحرية فالمرء لا يرى سوى السمكة عند طرف الخيط ولا يراها وهي تحت الماء. لهذا السبب فإن توعية السكان هنا هي أمر ضروري في هذا النوع من مشاريع المحافظة على البيئة. يجب أخذ الناس في سفن شفافة القاع كي يروا كل شيء تحت الماء. عدد كبير من الأشخاص يستخدم المرجان للطلاء أو لإنتاج التراب مثلا،
لأنهم يعتقدون أن المرجان هو مجرد حجر وليس كائنا حيا. المرجان هو العلامة الوحيدة التي تشير إلى وجود الحديقة على طول خليج منازي. إن الحاجز الذي يقطع الطريق الرئيس سيمباتي لا يؤثر أبدا في حركة النقل المحلية ويفرض بطاقة دخول للزوار الآتين من الخارج. زدويس عبد الله شيخ القرية الواقعة وسط الخليج يأمل جيدا بأن لا تلتزم الحديقة بقوانينها التي أصدرتها منذ إنشائها. بانتظار ذلك يقوم بإصلاح شبكته الممنوعة. لا أملك طريقة أخرى تمكنني من العيش، لا أملك قاربا، لا أملك أدوات للصيد. ما خل هذه الشبكة العتيقة وقدرتي على جذبها من الماء؟ من أجل الذهاب إلى الصيد على زدوي العجوز أن يستأجر مكانا على متن أحد القوارب بضع ساعات، مما يقلص أرباحه الضئيلة أصلا. إن الفائدة التي قد يجنيها هي مرور سرب من الأسماك في الوقت الذي يرمي فيه الشبكة، وكرفاقه فهو لا يدري ماذا يقول في هذه الحرب السخيفة، حيث يمتزج قلق الغد بآمال مستقبل أفضل. إن الحديقة البحرية ستغير كل شيء، الجميع مقتنع أنها لصالح أولادنا، ولكن عليها أن تأخذ في الاعتبار الوضع الحالي، وإلا فستصبح الحياة مستحيلة على الذين يعيشون هنا. إذا ساعدتنا الحديقة كي نصطاد أفضل وأعطتنا الأدوات الضرورية للقيام بذلك، فسوف تستفيد هي أيضا، لكنها لا تفعل سوى حظر تلك النشاطات. في خليج منازي ينتظر الجميع تكملة القصة، حيث الطبيعة استعادت انسجامها، أو أنها قصة حديقة بحرية يعيش فيها الناس بانسجام تام مع الطبيعة الهشة لخليج منازي.